إذن الغاز وارتفاع أسعار الغاز في أوروبا يعيد ملف التخلي الكامل عن غاز روسيا إلى الواجهة، وعن ذلك نتساءل هل تتوسع خلافات أوروبا بشأن تجديد العقوبات على موسكو مع اقتراب تسلم المجر لرئاسة التكتل؟ كذلك نتساءل إلى أي مدى ما زالت أوروبا بحاجة إلى الغاز أو الغاز الروسي، وهل تنجح مساعيها في التخلي عنه رغم مرور أكثر من عامين على هذه الحرب بأوكرانيا؟ ارتفعت أسعار الغاز الأوروبي بأكثر من 13% بسبب التراجع المفاجئ للإمدادات من النرويج، الأمر الذي يشكل إنذارا للقارة وسط اعتمادها أو اعتمادها على مورد رئيسي واحد وسط محاولات التخلي الكامل عن الغاز الروسي. نتابع التفاصيل. في 24 من فبراير 2022 اجتاحت روسيا أوكرانيا وشنت عليها حربا لم تنتهي بعد. خسائر الطرفين فيها بلغت المليارات. إصرار موسكو على حربها لم يدع أمام أوروبا سوى أن تسلك طريق العقوبات. الطاقة وتحديداً الغاز الروسي كان الهدف الرئيس للعقوبات الأوروبية، وخلال أكثر من عامين تقريباً تمكنت بروكسل من خفض اعتمادها على الغاز القادم من موسكو بنحو 70%، فمن 150 مليار متر مكعب عام 2021 بلغت واردات الغاز الطبيعي العام الماضي من روسيا 43 مليار متر مكعب فقط. مع ذلك ورغم مثابرة القارة في تنويع مصادرها للحصول على الغاز الطبيعي، إلا أنها لا تزال تحصل على نحو 15% من احتياجاتها من الغاز من روسيا. في مايو الماضي أظهرت التقارير ارتفاع حجم صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا بنسبة 39% مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي. ارتفاع نسبة الواردات الأوروبية من الغاز الروسي ترافق مع تعطل الإمدادات من النرويج التي أصبحت أحد أكبر الموردين الرئيسيين للغاز إلى أوروبا عبر شركة أوكينور، لترتفع بموجبه أسعار الغاز الأوروبي بمعدل 13%. الأمر الذي قد يعكس عدم جاهزية أوروبا للتخلي عن غاز موسكو ولا أن تعتمد على مورد أساسي واحد، خاصة في الوقت الذي تقود فيه ألمانيا وتشيك مطالبات أوروبية للتخلي بالكامل عن الغاز الروسي. الخطوة تأتي وسط سعي أوروبي في تعجيل فرض عقوبات جديدة على صادرات الغاز المسال الروسي قبل تولي المجر رئاسة الاتحاد الأوروبي في يوليو المقبل، بسبب رفض بودابست تقديم مساعدات لأوكرانيا وارتباط رئيس وزرائها فيكتور أوربان بعلاقات جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الأمر الذي يسلط الضوء على أثر الخلافات الأوروبية الداخلية على الوضع التقوي بالتكتل. تمكنت أوروبا بالفعل من الخروج بعيداً عن سيطرة الغاز الروسي وتوجهت إلى أمريكا والنرويج كموردين رئيسيين إلى جانب دول أخرى، لكن تعطل الإمدادات فجأة يضع القارة في خانة اليك أمام احتياجات مواطنيها. إذن قبل البدء بنقاش هذه الليلة أعود وأذكركم بسؤالي الرابط. نتساءل هل تتوسع الخلافات الأوروبية بشأن تشديد العقوبات على روسيا مع اقتراب تسلم المجر لرئاسة التكتل؟ كذلك نتساءل إلى أي مدى ما زالت أوروبا بحاجة إلى الغاز الروسي، وهل تنجح مساعيها في التخلي عنه؟ هذا ما أطرحه على ضيوف الكرام في حلقة هذا المساء. إذن أرحب بضيفي الدكتور أندريس بيباليجس، وهو المفوض الأوروبي إذن لشؤون الطاقة سابقا، اهلا وسهلا بك. ايضا ارحب بالسيد اتيلا هولودا، وهو نائب وزير الدوله المجري لشؤون الطاقه سابقا، وارحب بالدكتور خطر ابو دياب استاذ العلاقات الدوليه في جامعه باريس. مرحبا بالجميع. ابدا معك دكتور اندريس لاسال حضرتك، تابعنا هذا الارتفاع باسعار الغاز في اوروبا، الارتفاع تقريبا الى اعلى المستويات بهذا العام بعد هذه الانخفاضات في التدفقات، الانخفاض المفاجئ في التدفقات من قبل الجانب النرويجي. الا يعيد ذلك الذي حدث مع النرويج يعني العلاقه في اوروبا ملف الطاقه الى المربع الاول عندما ارادت ان تتخلص أوروبا من روسيا، والآن تعتمد بشكل أساسي كذلك على النرويج؟
طبعا هذا التحول الأساسي ليس من روسيا إلى النرويج، بل الانتقال إلى الغاز الطبيعي المسال. طبعا النرويج لعبت دورا مهما، ولكن موضوع المرونة التي يؤمنها الغاز الطبيعي المسال أو الـNG حتى مع ازدياد الطلب الصيني عليه ما زال متوفرا. والآن طبعا كما ذكرت المشكلة الفنية في النرويج ربما لفترة قصيرة لن تؤثر على الأساسيات. أوروبا منذ السنة الماضية تحصل فقط على 10% من الأنبوب الروسي، وهنالك المزيد من الغاز القادم في شكل غاز طبيعي مسال. ولكن أقول بأن العقوبات تتعلق بجزء النقل من غاز الطبيعي المسال أو بعض المرافق الروسية. إذن أقول بأن الوضع مستقر. فطبعا جاءت أوروبا من شتاء تمتعت به من مخزونات غاز جيدة، وأنا لا أرى مشكلة كبيرة فيما يحدث اليوم. هنالك أيضا بناء لموانئ مناسبة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في مناطق مختلفة من أوروبا، وطبعا ذلك يقلل إلى حد كبير من الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي ولا أرى مشكلة كبيرة بسبب ما يحدث في النرويج الآن. سيد أتيلا، يعني يرى ضيفنا بأنه ربما لا تمثل هذه الارتفاعات في أسعار الغاز مشكلة بحد ذاتها، ولكن البعض يرى بأنه هذه الارتفاعات التي تابعناها وإن عادت تراجعت ارتفاعات الأسعار يعني عكست حساسية سوق الغاز في الجانب الأوروبي، وعكست بشكل واضح يعني عدم قدرة أوروبا يعني تنويع ربما مصادر الطاقة، وهذا أعاد الحديث مرة أخرى عن روسيا. أعتقد بأن موضوع اعتماد أوروبا على الغاز هو موجود منذ عقود طويلة، ويعني ذلك بأن أوروبا بدأت في نهاية السبعينيات عندما بدأت بطلب المزيد من الغاز مما أكثر مما تستطيع أن تنتجه هي نفسها، وفي ذلك الحين كل دولة أرادت أن تشتري المزيد من الغاز من الخارج، وكان هنالك بعض العمليات من أجل تنويع مصادر الغاز وطرقه وأسواقه، وليس فقط الاعتماد على روسيا، ولكن بقيت روسيا هي التي تقدم الأرخص والأسهل بالنسبة لأوروبا. لذلك ربما نامت أوروبا في العسل في حينه واعتمدت على الغاز الروسي. أما بالنسبة للشركات الروسية، حقيقة أرادت هذه الشركات أن تقدم الأفضل، وحقيقة اعتماد أوروبا على الغاز الروسي في حين كان مبررا جدا، لأن الشركات الروسية قدمت خدمة جيدة جدا لأوروبا. ولكن بعد غزو السيد بوتين في العام 2022 لأوكرانيا غير من الوضع، ومنذ ذلك الحين الاعتماد على الغاز الروسي الذي وصل إلى أكثر من 40% من إجمالي حجم الغاز المطلوب في أوروبا انخفض إلى 40%، والآن هو أقل من 10%. إذن أقول بأن ردة فعل الدول الأوروبية كانت متأخرة ولكنها صحيحة، وقد أرادت أن تتجنب أن تكون معتمدة بالكامل على الغاز الروسي. طبعا وكما ذكر ضيفك الكريم، موضوع الغاز الطبيعي المسال أصبح أكثر
أكثر أهمية في واردات الغاز الأوروبية، ويبدو بأن يعني هنالك بعض المشاكل الفنية في النرويج الآن، والأمر الذي قلل من مقدار الغاز الوارد إلى أوروبا وجعل أيضا الجميع يتصرف بشأن السعر. حاليا الأسعار هي أقل مما كانت عليه في عندما بدأت أوروبا تتخلى عن اعتمادها على الغاز الروسي. الوضع المجري مختلف قليلا، فهنغاريا أو المجر كان لديها الواردات الغاز برمتها تأتي من روسيا، ولكن الآن تقريبا لدينا في المجر روابط مع كل الدول المجاورة لنا، وأصبحنا حقيقة كجزء من البنية التحتية الأوروبية للغاز. ولكن الحكومة المجرية تستخدم حقيقة علاقات الأوثق مع روسيا من أجل أن تقوي هذا الوضع وهذه الشبكة، وبالتالي وقعت عقدا جديدا مع غاز بروم الشركة الروسية في أكتوبر من أجل أن يكون هنالك عقد بينهما للسنوات 10 أو 15 سنة القادمة. إذن أقول بأن الابتعاد عن الاعتماد على الغاز الروسي بالنسبة للمجر ليس بالمهمة السهلة، ولكن بالتأكيد لدينا هذه الفرصة، ومعاً مع باقي الدول الأوروبية عملنا على أن يكون هنالك مقدار أقل. المقاطعة يعني هذه كلها نقاط هامة، ولكن اسمح لي أفصل كل هذه النقاط ويعني أسأل الجميع. دكتور خطار، يعني أبدأ من حيث انتهى الضيف عندما قال بأنه المجر ليس من السهل لها أن يعني تبتعد عن مصادر الطاقة الروسية. إلى أي حد هذا التباين بين مواقف الاتحاد الأوروبي في طريقة التعامل مع روسيا بما فيها الأهم ملف الطاقة قد يعرقل أي مساعي أوروبية بفرض حزمة جديدة من العقوبات؟ الحديث الآن عن فرض عقوبات على الغاز الروسي في الحزمة 14 للعقوبات الأوروبية. بعد تحياتك وتحية الفريق العامل في قناتكم والمحاورين الكرام وكل من يتابعنا ويشاهدنا، بالطبع هذا سؤال قديم يربو إلى ما قبل ما حصل في أوكرانيا في العام 2022. مشكلة بنيوية كبيرة في أوروبا هي في نقص أو عدم وجود استراتيجية للطاقة في الاتحاد الأوروبي. تحت الضغط الآن الاتحاد الأوروبي طور استراتيجية معينة تتراوح بين استيراد الكثير من الغاز المسال، الاعتماد على مصادر ضمن القارة، وأيضا هناك اعتماد على الانتقال الأخضر نحو مصادر طاقة متجددة. هي مسألة لن تمر بسهولة على الأمد القصير. بالنسبة للمجر بالذات، الجغرافيا تفرض قواعدها، قرب المجر لروسيا، عدم وجود بدائل سهلة، كل هذا يعطي تبريرات للمسؤولين الحاليين الذين يقودون هنغاريا، وهم لهم مواقفهم، لا يمكن نعتهم بأنهم مقربين من روسيا، لكن ليسوا لا يرضوا أو لا يقبلوا بأن يكونوا معادين. وهم قبل مسألة طرح الغاز الروسي، آخر حزمة مساعدات أوروبية مشتركة لآخر حزمة مساعدات تم تعطيلها بفيتو هنغاري. حتى الآن تضطر أوكرانيا لعقد اتفاقيات ثنائية، إن كان مع فرنسا أو ألمانيا أو بولندا أو غيرها أو بلجيكا، من أجل تفادي أو الالتفاف على هذا الفيتو الهنغاري. نحن في مرحلة الآن من الواضح فيها أن واشنطن نجحت في تحطيم التبعية الأوروبية للطاقة في روسيا. هذا كان من أهداف الاستراتيجية الأمريكية، أي إنهاء
خطوط السير الروسي نحو أوروبا. بس عندما والآن تقول الاستراتيجية الأمريكية تقصد بأنه يعني أصبح واضحة الصورة لدينا بعد هذا الوقت أنه أحد أهم أهداف هذه الحرب التي اشتعلت في أوكرانيا هو فك الارتباط بين أوروبا وروسيا في مجال الطاقة بالنسبة يعني لأمريكا. بالطبع لم يقل أحد للرئيس فلاديمير بوتين أن يقوم بعملياته الخاصة كما يسميها في أوكرانيا، وبالغزو كما يقول الأوكرانيين والأوروبيين، لكن هو الذي اختار ذلك. والولايات المتحدة ربما بعدم التساهل السياسي دفعت به إلى هذا الخيار. والأهم أن الولايات المتحدة ترى ذلك ضمن الصراع الدولي وترى ذلك ضمن مصالحها. هي أيضا من البدائل لأوروبا، وهي تصدر الغاز لأوروبا. لا أدري، ليس عندي إحصاءات بالنسبة التي تصدرها الولايات المتحدة الأمريكية. هناك الآن مصادر من الدول الشرق الأوسط، من إفريقيا، تتنوع المصادر، وهذا أفضل للأوروبيين، لكنه يؤشر إلى مشكلاتهم. والمشكلة عند تولي هنغاريا ستكون أكبر، لأن التفاهم سيكون معقدا أكثر حيال أي عقوبات جديدة ضد روسيا. طيب، ذكرت الولايات المتحدة الأمريكية والأرقام، يعني دعونا نستعرض بعض الأرقام حول الغاز بأوروبا قبل أن أستأنف النقاش مع حضراتكم، لنستعرض هذا الرسم البياني كما نرى الآن على الشاشة. تظهر هذه الأرقام أو البيانات بأنه أوروبا، لو نستعرض هذه الصور، قلصت بشكل كبير الاعتماد على روسيا كأكبر مصدر للغاز، واحتلت النرويج تلك المكانة، ولكن ما زالت روسيا كما تشير البيانات هي المصدر الثالث للغاز بأوروبا بعد الولايات المتحدة كما نرى في الرسم البياني. كذلك نرى تقلبات الأسعار منذ بداية الحرب بأوكرانيا التي كانت تقود هذا المشهد. كذلك تظهر بأن هناك أكثر من ذروة في تلك يعني هذه التقلبات كما نرى بهذا الرسم البياني على مدى العامين الماضيين كما نرى. وبالتالي هشاشة في السوق مستمرة يراها البعض بعد هذا الحادث التقني فيما يتعلق بالنرويج، والذي أعاد وفتح يعني ربما الجراح من جديد فيما يتعلق بملف الطاقة. لأسأل من جديد، وهنا أعود لضيفي دكتور أندريس، أنت تحدثت وعرجت على الصين يعني سريعا في بداية نقاشك، ولكن بحسب الأرقام انخفضت واردات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا أيضا في الأسابيع الماضية مع ارتفاع الطلب بآسيا. السؤال، هل نتحدث عن منافسة في الشحنات بين أوروبا وآسيا في الفترة المقبلة مع اقتراب الصيف؟ قد يكون ذلك صحيحا، فالطلب الصيني نما كثيرا، وطبعا تعرفون ما الذي يحدث في الأسواق الآسيوية، هنالك الكثير من الطلب على الغاز، وهنالك طلب كبير. بالنسبة لنا هنالك أمران: أولا، هنالك تنويع أكبر ومرافق أكبر قادمة، بمعنى أنه سيكون هنالك المزيد من الشحنات التي يمكن تسلمها في أوروبا. وثانيا، انخفض الطلب في أوروبا، لم يعد إلى ما كان عليه قبل الأزمة. هنالك تنبؤات حتى العام 2030 بأن التوجه هابط بالنسبة للطلب، لأن هنالك المزيد من الطاقات المتجددة التي دخلت الخليط الطاقوي. أنا لا أقول بأن الغاز غير هام، الغاز هام جدا لأوروبا من أجل طراز الحياة ومن أجل تنافسية الصناعة، ولكنها لم يعد الطلب إلى ما كان عليه قبل الأزمة. إذن هذان الأمران يساعدان إلى حد ما، ولكن هنالك ازدياد الطلب من السوق الآسيوي، وذلك ربما يفسر التقلبات. فهنالك ما يحدث على جانب الطلب في آسيا وما يحدث على جانب العرض بالنسبة للLNG. طبعا كما ذكرت، هنالك شيء من الهشاشة في السوق الأوروبي.
سيد أتيلا، هل تتوافق مع ما قال دكتور أندرس بأنه ربما لا يوجد تخوف حقيقي فيما يتعلق بالأسعار في الفترة المقبلة؟ بعض الآراء تختلف إن كان له علاقة بتزايد يعني هذه الواردات فيما يتعلق بالغاز أو ارتفاع الطلب بالغاز بالجانب الآسيوي، المخاطر الجيوسياسية، العلاقة مع روسيا، والتوقعات تذهب بارتفاع أسعار الغاز بأوروبا العام المقبل. هل ذلك يجعل المجر يعني تتمسك ربما قدر الإمكان بالعلاقة مع روسيا فيما يتعلق بالطاقة والغاز بالتحديد؟ نعم، الجميع يعرف بأنه تقليديا للمجر علاقات جيدة مع مصدري الغاز غاز بروم وغيرها، وكذلك مع بعض السياسيين الروس، ولكن الجميع حقيقة لديه معلومات حول أسعار الطاقة المرتفعة التي ربما لن نعود إليها. فمثلا انخفض الاستهلاك بمقدار 20% في هنغاريا، ولكن يعرف أيضا الجميع بأنه في أوروبا ليس هنالك اعتماد كبير على هذه الحقيقة، لأننا كنا محظوظين هذا الشتاء بأن الشتاء لم يكن باردا كثيرا، وبالتالي لم يكن هنالك طلب كبير، ولكن لا تعرفين إلى متى يستمر ذلك. أيضا هنالك ربما الأسر المعيشية أيضا تقلل من استخدامها، فلدينا التوفير كبير اليوم في استهلاك الغاز، ربما مع الوقت سيقودنا إلى نوع من الاستقلالية، ولكن نحن في المجر لدينا بعض الإنتاج المحلي. أهمية الإنتاج المحلي ممكن أن نزيد من هذا الإنتاج ونخفض من الاستهلاك، لذا أقول بأنه اليوم استهلاك الغاز المجري قد انخفض، ولكن ازدادت كلفة نقل الغاز عبر المجر. لدينا فرصة جيدة للحصول على المزيد من الغاز الروسي، وطبعا التجار المجريين يستفيدون من هذه الفرصة للتصدير إلى السوق الأوروبي، ولكن وكما ذكر ضيوفك لن يكون هنالك عودة إلى ما كان عليه الحال من حيث استهلاك الغاز قبل الأزمة. هم يبحثون عن فرص جديدة لا سيما من خلال مصادر الطاقة المتجددة، في سواء كانت الطاقة الشمسية أو غيرها، وأيضا هنالك فرصة جيدة بالنسبة للأوروبيين وللأسر المعيشية في أوروبا، وكذلك للقطاع الصناعي بأن يستخدموا للتدفئة ومصادر أخرى متجددة وليس الغاز. ابقوا معي ضيوفي الكرام، نتحدث عن المجر أكثر وأكثر، كذلك العلاقة الأوروبية حيال الغاز والتعامل كذلك مع روسيا في المستقبل، ولكن بعد هذا الفاصل الأول في الرابط، ابقوا معنا. نقلت صحيفة بوليتيكو أن بلجيكا التي تتسلم قيادة الاتحاد الأوروبي تريد أن تفعل المادة 7 للتكتل لمنع استخدام المجر لحق التصويت والفيتو، وذلك بسبب عرقلة بودابست أكثر من مرة للكثير من القرارات داخل الاتحاد، خصوصا تلك المتعلقة بروسيا. الصحيفة نقلت عن وزيرة الخارجية البلجيكية أنها تحث الدول الأوروبية للتحرك في هذا الاتجاه. تلك التحركات تتزايد بحسب الصحيفة وقد تزيد من التوترات والخلافات داخل الاتحاد الأوروبي، حيث من المفترض أن تتسلم المجر رئاسة الاتحاد الأوروبي خلال شهر يونيو. هنا أسألك دكتور خطار أبو دياب، إلى أي حد ممكن منع المجر من استخدام حق التصويت أو حتى الفيتو، وبالتالي هل يعكس ذلك أي نوع من التوتر محتمل داخل الاتحاد الأوروبي بين الدول، بين من يؤيد ومن هو ضد بشكل جذري العلاقة مع روسيا؟ عندما نراقب تطور البناء الأوروبي والمشروع الأوروبي
من مجموعة الفحم والحديد والصلب في البدايات عند الخمسينات إلى اتفاقية روما والمجموعة الأوروبية الاقتصادية وصولاً إلى الاتحاد الأوروبي. هذا الاتحاد بدأ مع 12 دولة، اليوم 27 دولة، وقريباً ربما ستنضم دول في المنطقة مثل ألمانيا، البلقان، أو حتى كرواتيا، صربيا، وهناك أيضاً أفكار حول ضم أوكرانيا. نحن أمام شبه أمم متحدة مصغرة، اتحاد أوروبي فضفاض 27 دولة. طريقة القرار في القرارات الأساسية بالإجماع، وهذا يعني ليس هناك من سياسة خارجية، وليس هناك حتى الآن من سياسة دفاعية موحدة. أي أن الاتحاد الأوروبي هو قطب اقتصادي وتجاري مهم في العالم، لكنه ليس ذاك القطب الجيوسياسي. كل هذا ينعكس على طريقة أخذ القرارات أيضا، وقيام بعض الدول بالتحليق منفردة كما يحصل اليوم مع المجر، أما لغايات وطنية أو لارتباطات إيديولوجية معينة. كل هذا إذن يحل بالتسويات، ودوما عاش الاتحاد الأوروبي على التدرج وعلى القضم في التسويات، وفي آخر لحظة كانوا دوما يجدون تسوية للمعضلات بينهم في مسائل حساسة من هذا النوع. يمكن التلويح لهنغاريا بالكثير من الأمور. السويد التي دخلت حديثا حلف شمال الأطلسي تقف الآن على ما يبدو في المقدمة، لكن ألمانيا تؤثر كثيرا لأنها أيضا في الجوار الهنغاري، وأظن أنها تضغط باتجاه عدم حصول مجابهات أثناء ترأس أوكرانيا، عفوا هنغاريا، الاتحاد الأوروبي. نعلم جيدا أن محرك الاتحاد الأوروبي هو الثنائي الفرنسي الألماني، وأظن أنه سيكون هناك دوما مجالات لإيجاد تسويات مع هنغاريا حول هذه المواضيع. سنتحدث عن دور ألمانيا وفرنسا بعد قليل. لأسألك الآن سيد أتيلا، ماذا تعني بالنسبة للمجر أن تتسلم يعني رئاسة الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بملف الطاقة بالتحديد؟ هل يعني سنرى أي يعني معارضة لأي قرارات؟ نعلم أن الاتحاد الأوروبي يحاول يعني صياغة مجموعة من العقوبات كما ذكرنا منذ البداية تشمل ملف الغاز، وبالتالي ما هو الدور المتوقع في الفترة المقبلة في الشهر هذا؟ تعلمين، الحمد لله أنا لست سياسيا، أنا خبير في مجال الطاقة. من منظور الطاقة أجيبك، أرى بأن الحكومة المجرية ستستفيد وستستخدم فترة رئاستها لمنع أي عقوبات ضد واردات الغاز إلى المجر من روسيا، وبالتأكيد سيكون هنالك أيضا منع لأي فرصة لوضع عقوبات جديدة على روسيا. طبعا أعتقد بأن هذا سيكون واضحا خلال الرئاسة المجرية، ومع ذلك أعتقد بأن نصف السنة التي ستكون فيها المجر رئيسة للاتحاد الأوروبي لا أتوقع أن يكون هنالك عقوبات كبيرة على روسيا بسبب العلاقات الوثيقة بين رئيس وزرائنا وبين الرئيس بوتين. طيب، سنتحدث عن شكل العقوبات التي من الممكن أن تأخذ أو تدخل يعني الاتحاد الأوروبي لجهة من سيتبنى من سيعارض هذه العقوبات بعد قليل. لأسأل ضيفي دكتور أندريس، نعلم بأنه ننتظر كذلك الانتخابات في الجانب الأوروبي يوم الأحد على الأغلب، هذه الانتخابات التي ننتظرها إلى أي حد بالنسبة للأحزاب السياسية داخل التكتل الأوروبي؟ ملف الطاقة، ملف العلاقة مع روسيا من الملفات الهامة بعد أكثر من سنتين من هذه الحرب. هل تأقلم الاتحاد الأوروبي، المواطن الأوروبي، واختلفت الأولويات، أم ما زال يحتل أحد أهم الملفات؟
طبعا هو قضية كبيرة، موضوع الطاقة. هنالك الكثير من النقاش بشأن ما يسمى العقد الأخضر. تريد الأوروبا أن تحقق ما نسميه حيادية الكربون بحلول عام 2050، وهنالك التزام بتخفيض الانبعاثات بمقدار 25%، وهنالك مقترح طموح للعام 2040 بأن يكون هنالك انخفاض كبير في الانبعاثات. إذن هنالك الكثير من الكلام حول ملف الطاقة وبعض الأعمال على مستوى التشريع. فمثلا لا يكون هنالك سيارات تعمل على الوقود الأحفوري، سيكون هنالك تأكيد من خلال التشريعات الأوروبية الجديدة على عدم تصنيع سيارات بحاجة إلى الوقود الأحفوري. طبعا ذلك بحاجة إلى تمويل من الحكومات، لأن هنالك اليوم المبالغ التي تقدم من الحكومات لا تكفي لاتخاذ هذه القرارات الكبيرة. هنالك الكثير من النقاش بشأن بعض الإجراءات على مستوى الرأي العام. وحتى الآن يعني يحظى ملف الطاقة بالكثير من هذه النقاشات. بالعودة إلى موضوع العقوبات، أقول بأنه ليست موضوع نقاش الآن في انتخابات البرلمان الأوروبي. فهنالك فهم بأنه في يونيو على الأغلب هذه الحزمة 14 من العقوبات ربما سيتم العمل على تبنيها. طبعا هنالك تساؤلات بشأن الرئاسة المجرية، ولكن طبعا الموضوع لا يتعلق بمنع أو حظر الغاز الروسي، بل وضع بعض العقوبات المستهدفة. فمن هنا أقول بأن سيكون هنالك انخفاض أو تخفيض في مقدار الوارد من موسكو، وثانيا سيكون هنالك عقوبات على مرافق تتعلق بالغاز المسال في روسيا. إذن ربما يتم تبني ذلك في بداية يونيو قبل بدء الرئاسة المجرية التي تبدأ في الأول من يوليو. إذا لم يتم تبني هذا ذلك فلن يتم تبنيه أثناء الرئاسة المجرية. فطبعا الرئاسة المجرية لأوروبا ستكون طبعا مسؤولة عن إيجاد بعض الحلول الوسطى. عندما تقول بأنه سيتم تبني يعني حزمة، اسمح لي على المقاطعة لأستأنف النقاش معك، عندما تقول سيكون هناك تبني للمزيد من العقوبات، هل سيتم الحديث عن ذلك في اجتماع وزراء الطاقة للاتحاد الأوروبي يوم الخميس، وبالتالي نتحدث عن يعني محاولات لتقريب وجهات النظر بين وزراء الطاقة؟ على الأغلب سيكون ذلك. هذا موضوع دائما على أجندة اجتماع الوزراء، ويسبق ذلك طبعا حوارات على مستوى السفراء الذين يلعبون دورا في تقريب وجهات النظر. طبعا الموضوع سياسي وموضوع طاقوي أيضا. بما أنه موضوع سياسي، أسأل دكتور خطار أبو دياب، إلى أي حد يعني الولايات المتحدة الأمريكية بمعزل عن أي خطوات تستهدف روسيا في هذا التوقيت المزيد من العقوبات في مجال الطاقة، في مجال الغاز؟ هل هذا يعني قرار أن اتخذ أوروبي بامتياز أم يعني دفع ودعم أمريكي؟ يعني حتى الآن التنسيق الغربي كبير حيال ما يجري في أوكرانيا وحيال روسيا. وأذكر بأنه أخيرا في اجتماعات الدول السبع كان مطروحا استخدام الأصول الروسية المجمدة في أوروبا لصالح أعطاء المساعدات لأوكرانيا، لكن على ما يبدو هناك دول رفضت ذلك، خاصة لأنها تخشى على الصناديق السيادية وتخشى من هذه السابقة، أي أن هناك دوما على الأقل بعض الاستقلالية الأوروبية. وأظن أن أوروبا معنية هي بهذا الموضوع، لأنها هي التي تخشى التهديد الروسي، هذا ما تقوله الأوساط الأوروبية. وألمانيا بالذات هي المعنية، لأنها هي
التي كانت تعتمد وبقوة كبيرة على الغاز الآتي من روسيا، كان هناك تبعية ألمانية. الآن ألمانيا تبني مرافق للغاز المسال، تعتمد على حتى غاز الولايات المتحدة، بنت شراكة مع دول أخرى عديدة. لذلك هناك اليوم نوع من مرونة أوروبية، ولكن هناك هذا التشدد حيال روسيا من دون أن يعني دوما المزيد من العقوبات. ربما العقوبات تكون مستهدفة كما قال المحاور الكريم، أي حول مرافق نقل الغاز المسال، حول بعض المسائل. لكن حتى الآن روسيا التي عندها قارة من المساحة وموارد وإمكانات، ونتيجة دعم الصين لها وحاجة ما يسمى الجنوب الكامل للطاقة الآتية منها، تمكنت من الالتفاف على العقوبات. إذن مزيدا من العقوبات لن ينفع، ولذلك هناك خيارات أخرى لأوروبا يجب أن تدرسها، وعدم القطيعة مع روسيا، لأن المستقبل يشي بأن الصين ستصعد أكثر فأكثر، وذهاب روسيا نحو الصين ليس في صالح أوروبا. ابقوا معي ضيوفي الكرام، استأنف ما تبقى لدينا من وقت ومن محاور ما زالت مهمة، ولكن بعد هذا الفاصل الأخير في هذه الحلقة من الرابط، ابقوا معنا. نقلت رويترز عن دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي أن ألمانيا وتشيك ستدعو هذه الدول إلى بدء محادثات رفيعة في التكتل بشأن مساعي التخلص من ما تبقى من الغاز الروسي. الوكالة قالت كذلك بأن هذه الدعوة قد تتم الخميس باجتماع وزراء الطاقة في بروكسل وسط مخاوف من فيتو من قبل المجر بسبب اعتماد المجر على الغاز في موسكو. وكانت السويد قد هددت بتحرك فردي ضد الغاز الروسي المسال إذا منعت المجر فرض عقوبات جديدة على روسيا في الاجتماعات المقبلة. وهنا أذهب لضيفي من ريغا دكتور أندريس، الحديث عن خطوات فردية في ظل هذه المساعي الأحدث من قبل ألمانيا وتشيك ضد روسيا، هل خطوات فردية يعني هل تعكس انشقاق داخل الاتحاد الأوروبي، أو ربما على العكس يعني خطوات قد تشدد الخناق تدريجيا على الجانب الروسي فيما يتعلق بالغاز؟ أنا لا أرى بأن العقوبات ستتجاوز ما ذكرناه، وحتى إفراديا أو بشكل أحادي إذا فرضت عقوبات على الغاز فهنالك دول البلطيق والسويد، أصلا السويد لم تكن مستهلكا كبيرا للغاز. إذن النقاشات من أجل تخفيض واردات الغاز الطبيعي المسال ممكن أن يفكر بها، ولكن لا أرى تأثيرا كبيرا. فطبعا في نهاية هذا العام هنالك اتفاقية نقل ترانزيت للغاز الروسي عبر أوكرانيا ستنتهي مدتها، وليس هنالك من مؤشرات بأنها ستمدد، ولكن الأحجام ليست كبيرة، فهي أحجام صغيرة كانت ترد للاتحاد الأوروبي، وبالتالي الدول الأوروبية تحضر نفسها لإيجاد مصادر جديدة لكي لا تتأثر كثيرا. إذن ذلك سيحدث ولكن ليس بسبب العقوبات. حتى الآن يعني النسبة التي يعتمد بها الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي هي 15%، والباقي مصادر متعددة. تحدثنا عن النرويج، وتحدثنا عن الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك قطر، هذا فيما يتعلق بنسبة اعتماد الاتحاد الأوروبي. لو سألتك ضيفي من بودابست سيد أتيلا، إلى أي حد يمكن أن تثير يعني أي خطوة لحظر كامل على الغاز الروسي، حتى وأن تحدثنا عن نسبة 15%، يعني قد تعكس موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في الغاز على الاتحاد الأوروبي؟ إن سؤالك مثير جدا للاهتمام. فحتى موضوع 15% من الاعتمادية في أوروبا على الغاز الروسي، بينما بالنسبة لاعتماد المجر على الغاز الروسي تصل إلى 80%. بالتأكيد يبدو بأن بالرغم من أن هنالك عقوبات على الغاز الروسي، ولكن
ولكن الدول الأوروبية تقوم باتخاذ الخطوات اللازمة لتخفيض اعتمادها على الغاز الروسي، وبالتأكيد ذلك يعني زيادة مرافق الأوروبية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال من غير روسيا. طبعا ذلك أثار أيضا الكثير من التساؤلات في بعض المرافق الأوروبية، فهنالك 140 مليار متر مكعب مرت في السنة الماضية عبر المرافق الأوروبية، منها 60 مليون متر مكعب جاءت عبر الأنابيب. إذن الغاز الطبيعي المسال أصبح منافسا قويا للغاز الوارد عبر الأنابيب، وهذه أخبار حسنة بالنسبة لأوروبا، وخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال. ولكن بالتأكيد الدول التي ليس لها وصول إلى المرافق أو مرافق بحرية أو إطلالات بحرية سعليها أن تدفع أسعارا أعلى لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، لأن كلفة النقل البري عبر دولة أخرى ستكون مرتفعة، مما يعني بأن الاتحاد الأوروبي ممكن أن يتأثر إلى حد كبير، ولكن ليس بالشكل نفسه. فهنالك طبعا أسعار الترانزيت التي تدفعها الدول غير المطلة على مرافق بحرية، وطبعا هذا يمكن أن يزيد من كلفة ما تدفع هذه الدول، ويقلل من اعتمادية دول أخرى على الغاز الروسي. دكتور خطار أبو دياب، نتحدث عن جهود ألمانية مع جمهورية التشيك من أجل يعني محاولات تضييق الخناق تباعا على واردات الطاقة الروسية، ماذا عن الدور الفرنسي؟ وأنت عرجت قبل قليل عن أهمية هذا الثنائي، يعني ألمانيا وفرنسا أكبر اقتصادين في الاتحاد الأوروبي، ولكن تنشط ألمانيا بهذه الفترة بالتحديد فيما يتعلق بالغاز الروسي، ما الذي نفهمه من جهة فرنسا؟ يعني فرنسا كانت من الدول التي تأثرت كثيرا بالحرب في أوكرانيا وبنقص الإمدادات من الغاز الروسي، وارتفعت فيها أسعار استهلاك الكهرباء والطاقة، ولكن هذا الشتاء المعتدل خفف بعض الشيء من الوطأة. لا أعتقد أن فرنسا موجودة الآن في هذه الخطوة، لأنها يعني من الناحية الواقعية ما قاله محاورنا من المجر عن اعتماد هنغاريا على 80% من الغاز الروسي يحد من الإمكانيات الأوروبية. يمكن أن يكون هناك خيارات سيادية لهذه الدولة أو تلك، لكن استبعد مزيدا من العقوبات المباشرة على الغاز الروسي من كل الاتحاد. أبقى معك بسؤال أخير، كل ما نتحدث عنه هو بالتوازي مع استمرار هذه الحرب في أوكرانيا من غير أفق للحل، هل سنرى المزيد من الاستهدافات من قبل أوكرانيا لمصادر يعني الطاقة الروسية، وبالتالي هذا الملف رأى البعض بأنه هو أحد أهم ما يميز يعني السنة الثالثة من هذه الحرب، استهداف متبادل للبنى التحتية للطاقة، هل سيكون هناك تركيز أكثر، هل هذا يعني بإيحاء مباشر أو غير مباشر من قبل الاتحاد الأوروبي كذلك؟ ليس بإيحاء من قبل الاتحاد الأوروبي، هي ما يسمى ضرورات المعركة، وهي التبادل في الضربات ضد البنى التحتية، وهذا يعني قفزة جديدة في حرب الاستنزاف. لكن على ما يبدو إن كانت الدعوة إلى مؤتمر السلام في جنيف أو إن كان كلام بوتين عن تجميد خطوط الحرب، هذا يعني أن الفرقاء أخذوا ينهكون، هناك إنهاك في أوكرانيا، وأظن يمكن أن يبقى الأمر على هذه الوتيرة حتى الانتخابات الأمريكية، وبعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية يمكن أن نرى بشكل أوضح مصير هذه الحرب في أوكرانيا. شكرا جزيلا لكم جميعا على المشاركة من باريس، الدكتور خطار أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس أشكرك، من بودابست السيد أتيلا هولودا وهو نائب وزير الدولة المجري لشؤون الطاقة سابقا، شكرا جزيلا لك، وكذلك من ريغا الدكتور أندريس إذن ببالغس وهو المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة سابقا. وصلنا إلى ختام حلقة الرابط لهذه الليلة، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.